بس عايز اقول انه من نص ساعه تقريبا تم التحفظ على عدد من القائمين على قنوات الناس، و25 يناير والحافظ. الشرطه كانت متواجده في مدينه الانتاج الاعلامي، واعتقد ان في فيديو. فكرة إغلاق القنوات التلفزيونية أو القنوات الدينية، سمع كنتوا متفقين على حاجة زي دي؟ كنتوا متكلمين في حاجة زي دي؟ لا، بس بعد ما حصلت تكلمنا، فقيل إن هذا إجراء مؤقت أيام معدودة لمنع زيادة الاحتقان فقط، وقابل للعودة مباشرة مع يعني نوع من يعني الالتزام انه ما يبقاش في لهجه فيها التحريض او اعتداء. التحريض والعنف والتكفير، نتجنب يعني ده مجرد اجراء احترازي، احترازي فقط، وانا متاكد من كده. والامر ده باذن الله تعالى يتم. انا بطمن ابناء الحركه الاسلاميه كلهم ان هذا الامر ليس مقصودا منه وقد الدعوه الاسلاميه، وانا متاكد ان هذا حقيقي فعلا، بس الامر يحتاج الى وقت، واطالب من اتخذ هذا القرار بان يطبقه ايضا على كل اي حد يحرض. صحيح، لا انا مش قصدي بس كده، اللي بيهدم ثوابت الامه. صحيح. اللي بيقول الدين ده يخرج بره، اللي انتوا حزب النور يغير مرجعيته. لا انا مش ممكن، انت مش ممكن. يعني مش ممكن، مش هيحصل. الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوه.